مشاهدي قناة الساحل تيفي، عسلامة ومرحبا بكم. نحن في ميناء الصيد البحري بصيادة، رابع أقدم ميناء في الجمهورية التونسية. مشاكل بالجملة يعاني منها الميناء، على سبيل الذكر للحصر غياب عمليات الصيانة والتوسعة، غياب رفيعات. تابعونا في التقرير التالي باش ناخذ فيها آراء وانطباعات البحارة حول الميناء. أنا عز الدين قرقني، صاحب الأنبار اللي اسمها الناصر، معايا أخواتي الشركة. عاد مشكلتنا كان في ضيق البرد، ضيق البرد وتجهيزه، ومعناش وين نبيعوا الحوت، معناها نبيعوا الحوت كان في نهزوا ترانسبور نكريو كاميون ماجنا نهزوا فيه الطولبة، و مضايقين برشا وما عندناش وين نطلعوا غزولتنا وقت اللي يطلعوا مسخين. مشكلتنا معناها في عمق البرط وفي تطليع الغزل وهذيك هي الأهم. المشاكل اللي هي تتمثل في البرط، قلت لي من 2004 وانتم ما تشكيوا، فما حتى 2004 نعم، من 2004 واحنا نشكيوا وما وريناش منهم حتى شيء. معناها يقولوا باش نعملوا باش نديروا باش كذا، ما فما شيء. سياسة التسويف والمماطلة، ما ثم حتى فعل وما ثم حتى، قلت لي اللي هما يبرمجوا اعتمادات باش ينجموا يوسعوا البرط وباش ينجموا يعاونوكم، لكن الاعتمادات هذه ما تتصرفش في توسيع البرط. شوية ما تساهمناش الحكايات هذه، ما تقديش حتى الخشم ما ضايع بتاع الوجه البرط. المليار و400 ما يعملوا والو. علاش في طول بخير منا؟ علاش يعطيوها إعانة أكثر منا احنا؟ كيفاش يجي؟ ما يجيش. المشاكل الموجودة في البرت هذا يظهر لي يونيك في العالم الكوليكي. علاش؟ برت صيادة هو البرت الوحيد اللي يكسر فليك وهو في وسطه، معناها إنسان وقت تبدأ فما رياح عاتية وأمواج في البحر نورمال مونك يدخل للبرت يلزمه معناها يحمي الميناء، يحمي الفليك. برت صيادة يكسر فليكه في وسطه، تلمون فما تموجات كبيره ياسر في الميناء. برد صياده هو معناها مصب لوادي السكلي، فيه وادي يصب في وسطه، معناها مياه امطار ومياه ملوثه ومياه نتاع الناس الى اخره تصب في وسط الميناء. ميناء صياده معناها توا فيه تقريبا اكثر معناها من 150% من طاقه الاستيعاب نتاعو. تشوفوا توا معناها الفليك تربط معناها على الثالث ومعناها ثلاثه فليك ورا بعضهم. ميناء صياده ما فيش معناها الوسائل نتاع الانتاج البسيطه، الوسائل نتاع الرفع واصلاح الفليك البسيطه، ما فيش اماكن للصيانه، ما فيش بلايص باش نعملوا فيهم الشباك ومعناها نصلحوا فيهم الشباك. هذا الكل كاين مشاكل معناها تعيق العمل نتاع البحاره وتعيق معناها التنميه في الميناء. هذا بصراحه معناها ولا يخنق البحاره ولا يخلي الناس. احنا الفلوكه في صياده وقت اللي تدخل البرط معناها يجيها مال حلو من الواد هذا، والمال حلو هذا يعمل اليبرونه هذه حشره تخلي الهيكل نتاع السفينه معناها يتاكل، تخليه معناها ما فيش يكون باش يعيش معناها 10 سنين ويعيش 5 سنين برك، ويلزموا صيانه معناها دوريه اكثر من الصيانه العاديه. بالشكل هذا الصيانه الدوريه هذه اللي لازمها تعمل يلزم فما رافعه باش تخرج الفلوكه، لهنا ما عندناش رافعه.
وما عندناش وحده. دونك في الاخر معناها سيتان سيركل فيسكو، معناها البحر عايشين في وسطه، قاعدين يقاوموا وقاعدين يناضلوا في الواحد، لكن للاسف الشديد لحياه اللي من تنادي. أهمها اليابرون هذيا، ولا عندنا توا البرد، برد فيه معناتها الحلاق نتاع نتاع الديار يجيو لنا كاي يقاديو فيه في البحر. وعندنا اليابرون أص حتى الفلوكة كفني مشات، عندي توا قداش عندي جيها 4 سنين ولا 5 سنين، واني كل هذيك العادة. تعرفنا باليابرون شنو هي؟ دودة ظهرلي، دودة نتاع مية حلو تفهم فيها، ما كانش عندنا قبل مدة 10 سنين وخمس سنين التالي ما كانش فما، ولات معناتها بشي بكثرة ياسر، وانا قعدنا نقصي وهذاك هو برا. قلت لي ما عندكمش صيانة، معناها عملية الصيانة تتم لبرا ما تتمش في وسط البرد، عشان نمشيو حتى الصيانة في طولبة هوني كاين اللهم، وانا باش تعمل حاجة واحدة كلها ما تنجم تعمل شيء. وشوف ها معناتها تو الناس كلها بنات الديار وبنات الديار ويكرهوا فيهم توك الكراج وسط البرد. وسط البرد المسؤول، سامحني فين المسؤولين؟ قلتوا لي المشكل هذا من 2004 وانتم تشكيوا، وانتم من اداره الاداره من وزاره لوزاره. قلت لك ما ريتش مرينا حتى شيء، هون قعدنا كيما يقولوا هكاك، لا عرف شكون باش يمشي لي اللي يمشي، شكون باش يمشي يشكي، ولا ماناش عارفين بقى.